وفي يا باشا؟ أنا من ساعة ما قعدت وسيادتك عمال تبص لي ما كلمتنيش ولا كلمة. استعجل على رزقك قوي يا سيكا. سيكا؟ بدلعك يا جدع. إيه ما دلعكش؟ كده يبقى المزاج عالي. طالما سعادتك بتدلعني يبقى خير. لا وأنت لسه شفت دلع؟ ده كمان لما الدلع يبقى مزدوج من أنا وماهر بيه. لا ما هو سعادتك كده ما يبقاش دلع. كده تبقى حفلة. وفي يا باشا؟ فيني زعلان منك يا سيكا؟ ليه عيون سيكا؟ بقى يا جدع يبقى عليك حكم وتهرب منه. حكم يا باشا؟ حكم نفقة ب 17,000 جنيه بتاع طليقتك ابتسام محروس. يا بنت الجزمة يا ابتسام. عاوز تلعب ببنات الناس يا سيكا؟ تتجوز تكتب لهم مؤخر وما تدفعش وتخلع؟ ساعة شيطان يا باشا. تعرف إني ممكن أحبسك دلوقتي يا سيد؟ عشان ابتسام؟ لا عشان القانون ما فيهوش خيار وفقوس يا سيكا. إنما في ابتسام. مش حقها برضه لازم تاخده ولا إيه؟ حقها يا باشا، طبعًا حقها. وناوي تعمل إيه يا سيكا؟ هتدفع ولا؟ اللي سعادتك هتقولي عليه، اللي هتقولي عليه هنفذه دلوقتي. قلت لك يا ماهر بيه؟ واد سيكا ده واد جدع ويفهمها وهي طايرة. يا بنت الجزمة ابتسام. أمورنا يا باشا. ألو؟ أنا مش سألك يا واطي يا ابن الجزمة عليك أحكام قلت لي لأ؟ آه سألتني. ولما سألتك ما قلتليش إن في حكم نفقة ليا يا واطي. ما أنا مش هدفع يا سيد. هو بمزاج أمك هتدفع أنا هتدفع. ورحمة أم وأمك ما أنا دافع ولا مليم. ابتسام كلمتك؟ بقول لك إيه يالا؟ بكرة هبعت لك 17,000 جنيه تروح تدفعهم في المحكمة، وعلى الله يا سيد أعرف إنك ما دفعتهمش. بشوقك يا سيد، بقول لك إيه ما تقفلهم 20 أحسن صاحبك بقى. اقفل يا واطي يا ابن الجزمة أنت وابتسام. وبقاله قد إيه هناك؟ أنا سبته هناك يا باشا، وقلت أجي أبلغ سعادتك عشان تعمل ترتيبك. طيب، بعد كده ما تجيش هنا بنفسك. ولو جه الاسم تاني بلغني بالتليفون فورا. أوامرك يا باشا، يعيش لنا كرم سعادتك يا سليمان بيه. بالإذن يا باشا. أنت ليه مش عايز تصدق إن المصايب دي كلها هتفضل تحصل لك هي واللي شفته في الفنجان، وإن خلاصك هيكون على إيديا أنا، خلاصك من كل ده. بقول لك إيه يا ماما؟ ما تيجي نحلها حل أنت بتحبيه ودايماً بيكون من أولوياتك. شيك على بياض، شوفي أنت عايزة تاخدي كام وحطيهم في الشيك، وأنا حمضي وراكي. ها تاخدي كام؟ أخدك. اوه يا مها، انت حكايتك بالظبط؟ اوعى تقول انك خايف من ريهام. لا حلوه دي، انا خايف من ريهام؟ ما انت يا اما خايف منها يا اما بتحبها. انا لا بحبها ولا خايف منها. امال في ايه؟ في سر محدش في الكون ده يعرفه كله غيري انا. سر؟ سر ايه ده؟ ما هو مش هيبقى سر لو انت عرفتيه. وايه علاقه السر ده بجوازنا؟ لا ما هو السر ده اصله مش يمنع جوازنا انا وانتي بس، لا ده ما يخلينيش اتجوز اي ست تانيه في العالم. الله الله الله، شوقتني جدا اني اعرف السر ده. سامحيني يا مها، السر ده انا مش هقدر اقوله لك. ياه للدرجه دي؟ للدرجه دي مستعد تضحي بحياتك علشان تفضل محافظ على السر ده؟ أقول لك بس تحلفي لي إن مفيش مخلوق تاني يعرف السر ده غيرك. وحياتك وحياتك عندي ما حد هيعرف غيري وغيرك. أنا اليوم اتجوزت فيه ريهام كتبت كل ثروتي باسم بسنت. بدور عليا يا باشا بس عشان اوفر المجهود. بدور عليك في الدرج. سالم بيه عايزك دلوقتي حالا. اوامر. سيد يا باشا زي ما امر سعادتك. مساء الخير يا باشا. اهلا يا سيد، انت فين يا اخي؟ بقالنا ساعتين بندور عليك وانت مش باين. هكون فين يا باشا؟ انا تحت الامر. الظاهر انه مكسوف يقول لسعادتك انه كان في القسم من ساعتين مع الضابط اشرف. وعلى فكره يا باشا دي مش اول مره. وفيها ايه يا اخي؟ جايز قرايب مثلا؟ حسب معلوماتي مفيش اي صله قرابه. يمكن في حاجه اتسرقت منه وراح يبلغ عنها مثلا، بس سليمان بيقول انها مش اول مره.
لا يا باشا، هتسرق ازاي يعني؟ دي حتى تبقى وحشه في حقي. معقوله يا باشا باب النجار يبقى مخلع؟ طب وبعدين هتسيبنا حيرانين كده؟ شوقتني يا اخي بصراحه. يا باشا انا رحت القسم عشان العب. ايه بتلعب؟ بتلعب ايه بقى؟ هكون العب ايه يا باشا؟ عسكر وحراميه طبعا. ايه يا سيد، ما ترد على الباشا عدل. طب والله العظيم برد عدل. اشرف بيه بيحاول يجندني وانا بحاول افلت منه من غير ما يمسك عليا حاجه. وفلت يا سيد؟ باشا انا اساسا ما ينفعش العب مع الحكومه، لان انا بايديا دول مسلم باسم بيه جواز السفر للمزيف اللي مسكوه بيه في المطار. وبعدين يا باشا انا لا غشيم ولا تلميذ عشان العب مع الحكومه، ما انا عارف ان ملهاش عزيز. ده اول هام. وتاني هام، حق العيش والملح عند ولاد البلد اللي زيي بيبقى على رقبتهم، وانا عمري ما خنت عيش وملح كلته مع حد. انا عارف طبعا ان كلامي مش هيبقى على هوا سليمان بيه اللي بيشك فيا من اول يوم رجليا دبت فيه في المكان، بس اعمل ايه يا باشا؟ لازم استحمل. اكل عيشي بقى، وهو برضو اكل عيشه انه يشك في كل اللي حواليك. تقبرني بحاجه تانية يا باشا ولا اروح اكمل لعب؟ لا روح العب يا سيد. عن اذنك يا باشا. جاي معايا تلعب ولا قاعد؟ جاي. الضابط برضو. انا جمعتكم النهارده بعد ما استخلت ربنا وسالت قلبي كتير وشاورته. ايه رايك في الست زبيده؟ قال لي ست زي الفل. قلت له يعني اتوكل على الله؟ قال لي اعتمد، بس يا ريت تعتمد النهارده قبل بكره. عشان كده انا جاي النهارده اطلبها منك يا عم اسامه. ها قلت ايه؟ مالكم مكتومين ليه كده؟ على فكرة المحامي كسب قضية الخلع، يعني الست زبيدة حرة دلوقتي، عشان كده أنا بطلبها للجواز. قلت إيه؟ طب إزاي؟ إيه إلا إزاي؟ هتجوزها على سنة الله ورسوله. تعرف أنا قلت أول ما هتشوف الفاكهة والبطيخ اللي في غير أوانه والطقم اللي أنا لابسه هتفهمها وهي طايرة. هو الطقم وحش؟ ده قمة الشياكة. صفستي. إيه يا عم أسامة؟ ما سمعتنيش ردك يعني؟ أنت معانا في الملكوت هنا ولا؟ انت بتضرب ترامادول يا اسامه؟ لا انا مش قادره اصدق البجاحه، انت خلعتيه فعلا؟ انت ليه عملتي كده؟ جرايه يا اختي، جرايه اوس اوس، بحافظ على ما تبقى من اونستي ولا اهدرها؟ ما تسمعينا زغروطه ورده. وانت يا عم هات ايدك يلا عشان نقرا الفاتحه يلا. ها عايز حته بطيخ. يلا يا واد. هو الراجل ده جاي يتجوز ماما ازاي وهي متجوزها بابا؟ ما تخافش يا كورة، أمك مش تتجوز حد. جرى إيه يا أسامة؟ داخل جري على أوضتك بدل ما تفتح الباب وتطرده وتقول لزبيدة كلمتين ناشفين.